بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة هنتكلم فيها على المالتي ستريم ليمر راندوم نمبر جنريتور وإيه أهميته في السيموليشن. إحنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الديسكريت ايفنت سيموليشن، وولدنا استخدمنا الراندوم فاريت اكسبريشن راندوم فاريت، استخدمنا بعض التوسيعات عشان ايه بديل على ان انا اقرا الداتا من الفايل. فاحنا استخدمنا الانتر ارايفل تايم، استخدمنا الاكسبريشن راندوم فاريت، ولدناهم بالمعادلة ديت، واستخدمنا كتبنا الكود واستخدمنا المعادلة باستخدام الراندوم، حولناه ل exponential، وده كان ال enter arrival time، بيدي احتمالية أكتر للأرقام الصغيرة عن الأرقام الكبيرة، وده بيدي continuous إيه continuous variable، التوزيع continuous. تمام. طبعا عملنا نفذنا ال SSQ2 اللي هو سنجل سيرفر كيو، بس الفيرجن نمبر 2 استخدمنا فيه الانتر ارايفل تايم، بيتبع الاكسبوننشال ديستريبيوشن بانتر بافريج انتر ارايفل تايم ب 2 مينيت بين كل ارايفل والتاني، الانتر ارايفل تايم. والسيرفيس تايم بيتبع اليونيفورم ديستريبيوشن بين واحد ايه واحد واثنين. الكلام ده انتوا نفذتوه، وكان الاكسبوننشال بتسحب من الراندوم نمبر وتحول لاكسبوننشال، واليونيفورم بتاخد راندوم نمبر وتحول لايه لليونيفورم. وطلعنا الاستاتستيك بتاعتي زي ما احنا شايفين، طلع طبعا هنا الافرج انتر ارايفل تايم 2 في حاله الستيدي ستيت زي الاثنين اللي احنا مصممين عليها بالظبط، والافرج سيرفيس تايم 1.5 زي الايه المتوسط ما بين 1 و2، 3 على 2 فعل 1.5 يديك 1.5. ودي كل الاستاتستيك اللي المفروض ان احنا نكون طلعنا زيها بالظبط باستخدام الايه التوزيعين دول في الايه في الداتا. تمام. والنقطه دي عالجنا فيها برضو حته الايه امتى يوصل للستيدي ستيت، فالمنطقه دي بنسميها من اول هنا لحد الاخر، لحد الآخر من الأول ديت لحد الآخر كده، بنقول عليها إن هي transient behavior أو transient state. منطقة لما يحصل طبعا ديت بيبقى فيها randomness شوية، ما بيديش ال average. لو بنتكلم على نتكلم هنا على ال average wait time في الإيه في surface point ال W bar، فال W bar هنا لو أنت استخدمت initial seed، طبعا initial seed دوت بتاع ال random number، فلما استخدمت انيشال سيت مختلفة فبيديني ايه ارقام في الاول، عملت اتريشن قليلة فبيدي ارقام لسه ما حصلش ستابيليتي. فطبعا لما اخد عدد كاستمر كبير فيحصل ان الانيشال سيت تأثيره بيخف، يبتدأ يخف مع الوقت، مع الوقت يبتدأ كله يتقارب للرقم الايه الطبيعي اللي هو هيديني ايه للأفرج اللي بتوصله في الستيدي ستيت، مرحلة الإيه الاستقرار. فالإنيشال سي فالهنا بتختفي تأثير الإنيشال سيد بعد ما إيه معدي مرحلة الترانزينت ستيت أو ترانزينت بيهيفير. من المفضل إن أنت لما بتعمل سيموليشن بتعمل أكتر من رن وتجيب الأفرج بتاع إيه اللي ستاتيك، يعني أنا الدبليو بار ديت هجيب هنا رقم هنا ورقم كمان ورقم كمان، أجمعهم على بعض وأقسم على 3 لأن أنا عندي 3 رن، وكل رن بتعتمد على إنيشال سيد مختلف، أجمعهم وأجيب المتوسط بتاعهم، يبقى دوت هو النتيجة بتاعت الإيه السيموليشن بتاعي. وهنا عالجنا نقطة تانية اللي هي النقطة بتاعت إن يكون الإكس يكون الإكسبوننشال يكون السيرفس تايم بيتكون من أكتر من تاسك. الإكسبوننشال تايم بيتكون من إيه؟ من أكتر من تاسك بتاعي. من عندي هنا الجوب برضو بتوصل بنص جوب بير مينت، معناها 2 مينت لكل جوب لو أنت قلبتها.
هو نفس التوزيع اللي فات، اللي هو بس بيقول لي ان انت عندك الجوب سيرفيس تايم دوت هقسمه، هقسمه لاكتر من حاجه. فبقول لي عشان اقسم، فانا عندي ممكن اعمل تاسك او اتنين او تلاته او اربعه. لو انا رحت ايه البنك او المطعم او رحت اي مكان هاخد فيه سيرفيس، ممكن انا اكون عندي اكتر من نوع من الحاجات اللي انا هختلف. فكل نوع من الجوبس، من التاسكس اللي انا هطلبها في الجوب ديت، بيبقى لها توزيع السيرفيس تايم بتاعها، توزيع مختلف او زي بعض سيان يعني. فالنقطة هنا يبقى انا عايز اولد عدد التاسكس اللي انا هعملها، هتبقى مختلفة. فاحنا هنا استخدمنا الجيومتريك ديستريبيوشن. الجيومتريك ديستريبيوشن هو زي بالظبط الاكسبوننشال ديستريبيوشن، بس هو ايه الديسكريت بتاعه، الديسكريت بتاع الايه الاكسبوننشال ديستريبيوشن، بيدي احتمالية اكبر للارقام الصغيرة واقل في الايه الارقام الكبيرة. فهو هنا بيديك ديسكريت، وانتوا طبعا هيبان معاكم في الاساينمنت اللي انتوا خدتوه شكله عامل ازاي، وايه الارقام اللي بتطلع مع اختلاف البارامتر بتاعه اللي هي البي، اللي هي تعتبر الايه المين بتاع الجيومتريك ديستريبيوشن. المين بتاعته البي على واحد ناقص البي، البي ديت اللي هي البروبابيليتي ان ما يكونش الرقم صفر. طبعا انت عندك ديسكريت، والديسكريت بيبدأ من صفر، الديسكريت نمبر اصلا من 0 1 2 3 4. فانت عندك الاكسبوننشال ديستريبيوشن بيديك 1 من 10، 2 من 10، نص كده. فانت لو جبت ديسكريت من نص و1 من 10 هيديك صفر. فهو هنا اداني، قال لي ان ده هي البروبابيليتي ان ما يكونش صفر، ان انت عايز مش عايز يعني، عايز نسبة الاصفار كام ونسبة الاعداد كام. فحسب البي ده هي هيكون شكل التوزيع. والكلام ده انتوا شفتوه في الاساينمنت. وهنا طبعا لو البي كلوز تو زيرو هيبقى المين هيديك كلوز تو زيرو، يعني هتبقى الديسكريت نمبر هتبقى قليلة، كلها قليلة، لان البي هي احتمال ان يكون الرقم مش صفر. فلما تبقى البي ده هي قريبة من الصفر، معنى كده ان معظم الارقام اصفار، معنى كده ان المين هيدي ايه ارقام صغيرة كده، والعكس ايه والعكس صح. فالتوزيع ده هو استخدمناه عشان يولد لي عدد التاسكس اللي هو الجيومتريك ديستريبيوشن. فولدنا بجيومتريك فاريات اللي هو دوت يبقى السيرفس تايم بتاعي دلوقتي. لو انا دخلت عشان اجيب سيرفس تايم، اجي اعمل سيرفس، يبقى السيرفس تايم هيبقى مجموع عدد التاسكس اللي انا هاخدها. طب وكل تاسك هيتبع يونيفورم ديستريبيوشن ايه، واحد من عشرة لاتنين من عشرة. حضرتك هي دي المحاضرة اللي فاتت صح؟ دي المحاضرة اللي فاتت، بس ايه بختصر عشان ايه، عشان مدخل اللي جاي. تمام ماشي. من هنا ال هيبقى دوت، كل ما بنادي على دوت هيديني هياخد راندوم نمبر عشان يولد الرقم اللي هو هيجيبه. وكل ما نادي على اليونيفورم هينادي راندوم نمبر، فانا بنادي على اليونيفورم دوت كام مرة عدد من التاسك، هيولد لي ايه راندوم نمبر، هيستخدم الراندوم نمبر ويولد لي يونيفورم ايه فاريبل وطلع هنا. فانا بنادي في الراندوم نمبر اكتر من مرة هنا. فدي المشكلة اللي احنا بنى عليها المحاضرة ايه التانية، قال لي ان ما ينفعش ان انا اخد الراندوم نمبر استخدم نفس الاستريم بتاعت الراندوم نمبر. ازاي الكلام ده؟ قال لي هنا المالتي ستريم ليما الراندوم نمبر ايه جنرال. ايه المشكلة؟ بقول لي ان انت عندك طبعا هنا، انت عندك في الديسكريت ايفنت سيموليشن مودلز، في التيبيكال ديسكريت ايفنت سيموليشن موديل هاف مين ستوكاستك كومبوننت. الاستوكاستيك كومبوننت يعني ممكن يكون اكتر، عندك اكتر سور، اكتر من سورس للايه للفاريابيليتي، تكون متغيره، تكون ان تكون تتبع بتيجي راند اكتر من سورس جاي استوكاستيك يعني جاي من توزيع يعني. وانت يونيك سورس اوف راندومنس فور ايتش كومبوننت، قال لك احنا عايزين الراندومنس لكل كومبوننت، ما ينفعش ان يكون سورس واحد. يعني ايه الراندومنس؟ الراندومنس اللي جاي من الراندوم نمبر. طب والراندوم نمبر دوت
سورس وحيد. قالك ما ينفعش يبقى سورس وحيد يغذي اكتر من كومبوننت في نفس الوقت، ما ينفعش فور اتش كومبوننت. طبعا هنا قالك طب ازاي، طب انا هنعمل ايه بقى في الحتة ديت؟ قالك طب نعمله مالتيبل راندوم نمبر جنريتور. نعمل، قالك برضو هيبقى مش كويس، هيبقى ده اختيار سيء ان احنا ايه نكتب مثلا راندوم واحد وراندوم اتنين، اللي هي نعمل فانكشن تولد من نفس الحاجة بس اتنين في نفس الوقت. برضو قال لي برضو دوت اختيار سيء، لان مش ايه هيدي مشاكل، لان انت هتولد من نفس الارقام برضو، يعني من نفس الايه من نفس الدايرة بتاعت الراندوم، من نفس الارقام ممكن تيجي. طب ايه الحل؟ الحل ان انا هجيب one random number generator اللي هي دالة الراندوم، بس انا هحولها ايه، هولد منها، هطلع منها حاجة اسمها streams of random number، هاخد منها حاجات اسمها streams. one stream per stochastic component، كل stochastic component يعني كل كل حاجة متغيرة عندك او هيبقى فيها جاية من فيها variability، هتاخد one stream من الستريمز اللي احنا بنقول عليها. We will partition، يبقى هنا يبقى احنا عايزين ايه نعمل تقسيم partition output from our lemma random number into multiple stream. هنقسم بقى الليمر بتاعي دوت اللي هو random number انه يطلع من اكتر من stream. هنا عندنا المثال بتاعنا ال SSQ2، عندي two component two stochastic component. ايه هما two stochastic ال arrival ده طبعا بيجي ده stochastic component، السيرفيس ده ستوكاستيك كومبوننت، ما اقدرش اي ما تقدرش تخمن للارايفل ولا تقدر تخمن السيرفيس، فدولت ايه تو ستوكاستيك كومبوننت. all a different generator state variable to each allocate different generator state. يبقى المفروض كل واحد فيهم مختلف، المفروض يبقى الراندمنس بتاعته ايه كل واحد مختلف. فهو هنا قال لي ممكن نعمل الحالة دهيت get surface with unique seed، يعني هعمل ده هنعمل ده initial seed initial seed. طبعا هنا كلمة static معناها ان هياخد ال x ديت ويعمل لها update هنا بس، يعني x دي تبقى متشافة جوه الدالة دي فقط. ولما فهو هنا راح ولد x وبعدين حط السيد اللي هو ده زرع اللي هو حط السيد، وبعدين ولد اليونيفور، وبعدين هنا قال له جيت السي السيد ده هو ده اللي هو الرقم اللي بعديه على طول، الرقم اللي بعد الرقم اللي بعد ما الراندوم نمبر بكامل اللي ولد الاس ده، هو عايز الراندوم نمبر اللي جاب الاس. تمام، فهو هنا ولد الايه الاس، هو هيرجع الاس بس هيحافظ على الاكس دي، لما يجي ندي الداله دي تاني مش هياخد الرقم ده، هياخد الاكس اللي جابها من هنا هيدخلها يقوم يجيب اللي بعديه وهكذا. بالكم ده كلمه ستاتيك دي عشان هي ايه الرقم ده مش هيستخدم الا مره واحده اثناء التنفيذ. وبعد كده العلامه ديت علامه الامبر ساند دي معناها هو جيت سيت، هات الرقم هات قيمة الاكس اللي هو الراندوم اللي هو الانيشال سيت او الراندوم نمبر اللي انت ولدت بيه قيمة الاس دي، فهو جابه. فلما جابه هيروح المرة لما يجي نادى على الدالة دي تاني هيبتدي ايه يغذيه تاني. دي طريقة من الايه اكس ريبريزنت ذا كارنت ستيت اوف ذا سيرفيس اير بروسيس اللي هي بتاعت الايه الراندوم. نفس الكلام عمله مع الارايفل، عمل هنا طبعا هنا كانت 1 2 3 4 5، هنا 5 4 3 2 1. عمل برضو طبعا الارايفل بيبقى ليه ستارت، يعني مثلا ستارت تايم الساعه 9 الساعه 10 الساعه 11 التايم ستارت 0 حسب الارايفل حسب التايم بتاع الايه بدايه الشغل. وبرضو ميد ستاتيك، وهنا ستاتيك عشان هيستخدم مره واحده فقط وبعد كده هيستخدم الابديت بتاعه النسخه الابديت. فهو ادى هنا انيشال سي الانيشال سيد، هنا بدأ يزرعه زرع الانيشال سيد ولد بيه الانتر ارايفل تايم، وبعد كده جاب الايه جاب الرقم اللي ولد بيه ده الرقم ده الارايفل ده عشان يروح يزرعه تاني في المرة الجاية،
يبقى مش هيستخدم بقى ده تاني، يبقى جاب السيكونس بتاع الراندوم نمبر، يعني ده الاكس دي هي الراندوم نمبر، فهو بيرجع بقى تاني ايه عشان يولد بيه. بس النقطة ديت ايه، طبعا هنا انت استخدمت انيشال سيد وهناك استخدمت انيشال سيد مختلف، فكده معناه انت عملت فصل، فصلتهم عن بعض. انما في الطريقة اللي فاتت ما كناش بنقول حتة الزراعة ديت وديت خالص، احنا كنا بنولد اكسبوننشال على طول ونولد يونيفورم على طول. فانا بستخدم الراندوم نمبر واستخدم الراندوم نمبر كمان مرة اللي بعديه، مرة للارايفل ومرة للسيرفيس، مرة للارايفل ومرة للسيرفيس، مرة للارايفل ومرة للسيرفيس. قال لك ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش سورس واحد للراندومنس ادخله في حاجتين، ما ينفعش ده الكلام ده. ليه؟ لان طبيعة التوزيع ده مختلف عن طبيعة التوزيع دوت، فهيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل. يبقى هنا the modified arrival and the surface process، arrival and surface time اللي هو المودفايد از مودفايد are drawn from different stream of random number. ليه؟ لان انا عملت لكل واحد initial seed مختلف، فبدأوا كل واحد ايه هيبقى بعيد عن هيبقوا بعيد عن بعض. طبعا هوضح النقطة دي، هتوضح دلوقتي اكتر لو انتوا لو ما فيش استيعاب، بس هتوضح دلوقتي اكتر كمان. طبعا هو بيقول لك هنا ايه، ان احنا طبعا الراندوم نمبر اللي احنا ده فانكشن واحنا عاملينها يعني nothing magic، يعني ما about the choice of seed for each stream. فهو بيقول لك طبعا دي كلها معادلات واحنا اللي عاملينها، فاحنا كلها عارفين احنا بنعمل يعني هنعمل ايه. The choices may in fact be poor one. اختيار الراندوم الانيشال سيد دوت ممكن يكون اختيار سيء، هيبان ليه دلوقتي، هوري طبعا. provided the streams don't overlap. طبعا ليه بقى ممكن يبقى سيء؟ لان ممكن يحصل overlap منهم ومن بعض بيبقى سيء، فلازم لما يبقوش overlap الستريمز دي ما تبقاش overlap، يعني الراندوم نمبر جاي وراندوم نمبر جاي ما ايه ما يروحوش على بعض. فالنقطه دي بنعمل انكابل للايه للتو ستوكاستيك كومبوننت للبروسيس بتاع، يعني بنفصلهم عن بعض. تمام. طبعا تكلفه التايم عشان اعمل الحركه دي ما فيش حاجه خالص، يعني عشان اعمل الفصل دي مش هتكلفني اي حاجه بالنسبه للوقت، يعني كبروسيسنج تايم على الكمبيوتر. يعني الفكرة هنا إيه؟ الفكرة اللي فاتت دي بتقول لي إيه؟ إيه المشكلة عندي؟ بقول لي الـ assignment of initial seed to facilitate the stream. إحنا دلوقتي عندنا بالنسبة بتاعة الـ SSQ عندنا الـ arrival وعندنا الـ service، فإحنا عايزين نفصلهم عن بعض. فالحالة الأولانية إيه؟ الحالة الأولانية إن إحنا كنا بنبدأ من initial seed معينة من هنا، وكنا ناخد الراندوم نمبر اللي بعديه للقرايب، اللي بعديه للسيرفس، اللي بعديه للقرايب، اللي بعديه للسيرفس، اللي بعديه للقرايب، اللي بعديه للسيرفس. فهنا بدأ واحد 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 وهكذا، فبقى واحد لده واحد لده واحد لده واحد لده. فقال لك كده ما ينفعش، المفروض ان احنا نفصلهم عن بعض، نعمل ايه ستريم لده وستريم لده. فبدأ نعمل ايه، قال خلاص هنفصلهم عن بعض، فقلنا هناخد الانيشال سيد دوت يبقى للاراي، والانيشال سيد دوت هيبقى للسيرفس. فهنا يبقى الرقم دوت للاول كاستمر هيوصل، والرقم اللي بعديه الثاني كاستمر، والرقم اللي بعديه الثالث كاستمر، الارايفل فقط. فهنا الارايفل وصل خد الارايفل، نقوم اخد انا رقم هنا للسيرفس بتاعه، وبعدين اخد رقم هنا للارايفل الثاني، وبعدين اخد رقم هنا للسيرفس الثاني، وبعدين اخد رقم هنا للارايفل التالي، اخد سيرفيس. يبقى انا فصلت هنا، عملت ديس جوين، عملت ده عملت له ستريم هيبدا من هنا ويمشي، وعملت ده الستريم يبدا من هنا ويمشي. عملتها ازاي؟ ان انا البدايه بتاعت ده مختلفه عن البدايه الراندوم، بدايه الراندوم بالانيشال سيت. تمام. يبقى في النقطه ديت لما زرعت الانيشال سيت باستخدام بوت انيشال سيد او انيشال سيد من هنا، فصلتهم عن بعض. قال لي بس في مشكله البوتيشن، بيقول لي هنا يبقى انت عايز تفصل عن الناس عن بعضها، ماشي. اتش انيشال سيد شود بي تشوزن تو بروديوس ديس جوين ستريم، لازم يطلعوا لي ديس جوين ستريم. يعني ازاي؟
طب انا سائل لو البعد ما بين دوت وده هو مثلا 30 رقم، انا اخترت ده عشوائي وده عشوائي، فالحظ بتاعي ان الرقمين دول بعيد عن بعض مثلا مثلا ب 500 رقم عشان ما يبقاش ايه، فانا حولت دوت وولد دوت وولد دوت بعد 500 رقم، الرقم ده هيزيد. فبعد معنى الكلام دوت ان هيبقى فيه اوفرلاب بعد ال 500 رقم، الارايفل ده كان بتاع الارايفل، السيرم بتاعت الارايفل هتاخد نفس الارقام اللي بياخدها السيرفس تايم من 500 رقم فات، فهيبتدى يتبع الايه، يحصل اوفرلاي ان دوت داخل على الاستريم بتاعت السيرفس تايم. قال لك الكلام دوت احنا مش عايزينه، احنا عايزين سم انيش، احنا عايزين يبقوا بعيد عن بعض لدرجه ان هما ما يوصلوش لبعض. if states are picked at him يعني يعني لو انت خدتها بطريقه كده اي حاجه no guarantee of disjoint A3، لو ما ينفعش تاخدها كده عشوائي او اي حاجه، لازم تبقى واخدها بطريق ايه، بطريق مظبوط عشان ما يبقاش يحصلش اوفرلاب. some initial seed may only be a few called to random apart، بقول لك ممكن الانيشال سيد انت بتاخد اتنين اهو بس يكون few calls random apart، يعني المسافه بينهم يا دوبك few calls، يعني هتنادي كذا مره مثلا سي 500 مره هتلاقيهم دخلوا على بعض، تنادي 300 مره ودخل ده، ناديت 1000 مره يكون دخلوا، يكونوا ايه، يبتدي يحصل اوفرلاب بعد 1000 مره ولا حاجه، فلان انت اخترتهم عشوائي الانيشال سيد، ما ينفعش ان انت اختارهم ايه بطريقه عشوائيه عشان ما يحصلش اوفرلاب. ليه؟ لان دوت ستوكاستيك كومبوننت، ستوكاستيك كومبوننت تاني ناس، واحد بيجي واحد بيجي بشكل تاني، واحد بيجي بشكل عشوائي تاني بيجي بشكل عشوائي تاني، فما ينفعش يخشوا على بعض. وطبعا دي هيبقى لها فوائد هنشوفها دلوقتي، فوائد مهمه في الـ في السيموليشن. من هنا قال ايه، قال طب ازاي بقى ان احنا نعمل الفصل دوت بشكل بروفيشنال، قال الفصل دوت هنعمله بشكل بروفيشنال، هنولد بقى حاجه اسمها المالتي ستريم فيرجن بتاع الراندوم نمبر جينيريتور، نطلع له حاجه اسمها مالتي ستريم، يعني نولد ستريم نعمل له اكتر من ستريم عشان ما نغلبش الناس اللي بيعملوا ايه سيموليشن. المهم هنا ايه، قال ان انا عندي لو دوت ال g of x اللي هو ال random number بتاع ايه، بتاع اللي هيتبع ال x، يعني ال g of x هي ال random number اللي بعد x، دي المعادلة بتاعت ليم، طبعا هتبقى عبارة عن a of x اللي هو الموديل ال multiplier في ال random number modulus n. المفروض دلوقتي ايه، عندي دوت الايه ليمر، وعندي انتجر جي عندي عدد ارقام من واحد لحد ام، لحد المودلس بتاعي ام ناقص واحد، ارقام كتيره. فانت دلوقتي انا عايز الرقم جي، انا عايز اعمل جامب بجي عشان واحد اتنين تلاته اربعه لحد جي، فانا كده عملت جامب لحد جي، عايز انيشال سيد عند جي هعمل جامب. قالك لو انت عايز تعمل جامب فانت عندك الجامب فانكشن هتبقى تتعامل بالشكل ده، جامب عشان اعمل جامب عشان انت عايز رقم عشوائي مثلا الرقم العشوائي اللي بعد 5000 رقم من الرقم ده، فالجي دي 5000، ايه الرقم اللي بعد 5000؟ قال لك تعملها كده، يبقى ايه اس جي مود ايه في الكرنت راندوم نمبر في مودلس ايه، دي اسمها الجامب ايه. اذا الجامب مالتبلاير ده جامب مالتبلاير، الحته دي هي الجامب مالتبلاير اللي هو الحته دي المالتبلاير اللي يقدر يعمل لي جامب مسافات بالالف حسب الجي، لو الجي دي 1000 هيعمل ايه جامب ب1000، لو الجي دي 5000 يعمل جامب ب5000، لو الجي دي ب20000 هيعمل جامب الرقم اللي بعد 20000 رقم. يبقى هو عايز يعمل لك الايه، كام كول ما بين الايه الكرنت اللي هو الاكس واللي هيبقى بعد، يبقى هنا ايه. فانا عندي دلوقتي الحاله ديت، قال لي لو انت عندك لو التالة ده هي هتولد لي اكس 0 اكس 1 اكس 2 وهكذا اللي هو السيكونس بتاع الراندوم نمبر العادي، فدالة الجامب ده هي دالة الجامب هتولد لي اكس 0 واكس جي اللي هو رقم جي،
يبقى عمل جامب هنا، يبقى في مسافة ما بينهم اللي انت عايزها، وهنا اكس 2 جي يقدر يودلك لك اكستريمز ايه مختلف. من هنا الفكرة دي هي الكي بتاع ان انا اولد اعمل كرييت لي ايه الاستريمز، اعمل اكتر من استريم. تمام حد كده؟ تمام تمام مع حضرتك يا دكتور. ماشي. النقطة هنا لو احنا خدنا المثال ده اهوت على سبيل المثال، انا عندي هنا الام ديت مودولس 31 دوت برايم نمبر، وعندي طبعا المالتبلاير 3 ودوت فول بيريود مالتبلاير، فهيولد لي كل الارقام من اول واحد لحد 30. وعندي انا عايز اعمل جامب بستة، يعني ايه ستة؟ يبقى انت هتقسم ال 30 ديت اللي هي 30، يعني ام ناقص واحد ب 30، 30 على الستة يبقى انا عندي كده كام؟ خمسة. يبقى انت عايز تولد خمسة ستريم، عايز اقسم دولت لخمسة ستريم لان انا بعمل جامب بست، يبقى انا عندي ستة في خمسة ب 30، يبقى انت كده عايز تعمل خمسة ستريم. يبقى هو هنا قال لي لو انت تابعت النظرية اللي فاتت ديت، يبقى انا عندي دي المالتبلاير بتاع الجامب، يبقى عشان تعمل جامب يبقى المالتبلاير هتشتغل ب 16، و16 دي هتبقى المالتبلاير الجديدة اللي تحطها في نفس المعادلة عشان تعمل جامب تولد لك الخمسة السري. لو انت بصيت هنا المعادلة العادية هي اللي هي المعادلة بتاعت ليمر، هيبقى 3 في الانيشال سيد، ودي معادلة ليمر العادية، وده المالتبلاير بتاعي اللي هو 3 هنا. لما جيت لو انا حطيت الانيشال سيد بتاعي بواحد هبتدي اولد، يبقى انا عندي واحد يجي لي 3 بعديها 9 27 وهكذا وهكذا لحد ما اوصل للواحد تاني، يبقى انا كده ولدت كام؟ 30 رقم. انا ولدت 30 رقم بالشكل العشوائي حسب الايه مالتبلاير الايه دوت، دي العشوائية بتاعتي. ولكن لو انا حبيت بقى اولد عايز اولد بقى الانيشال سيد، عايز التقسيمه بتاعت الانيشال سيد، يبقى انا هعمل الجامب، يبقى انا عندي جامب فانكشن اللي هي ديت، يبقى انا عندي 16 المالتبلاير بتاعها 16 اللي بيعمل جامب، 16 في الانيشال سيد في نفس الكلام. لما اجي يعمل بقى بالداله ديت هيولد لي 1 16 8 4 2 1، كام بقى؟ ده عندي 1 2 3 4 5، 5 ستريم اهو. بداية الستريم الأول هيبقى 1، بداية الستريم الثاني هيبقى 16، بداية الستريم الثالث 8، بداية الستريم وهكذا. لو أنا خدت 1 هنا وهنا هتلاقي بعديه 3 9 27 19 26، وبعد كده بداية الستريم الثاني. يبقى لو لاحظت هلاقي إن أنا قسمت الران لإيه؟ لمسافات متساوية. يبقى انا لو انا بدريت للفيرست ستوكاستيك كومبوننت لو اديته الانيشال سيد ده، ممكن ادي الانيشال سيد دوت للتاني، لو في واحد تالت اديله دوت، لو في واحد رابع اديله دوت، يبقى كده كلهم بعيد عن بعض نفس المسافات، وانا ضمنت ان ايه ان ما يحصلش حاجه. طب انا لو عندي اكتر، مثلا عندي تو انيشال تو ستوكاستيك كومبوننت، ممكن اديله ده الانيشال سيد دوت وادي له انيشال سيد ده هو بعيد بعيد، ادي له ده يعني ما اسيب ده وادي له ده، يبقى انا بعدت مسافه كافيه عن دوت، بحس ايه لان انا ما عنديش الا تو ستوكاستيك، فليه انا اقرب منه اخد ده واخد اللي جنبيه؟ طب ما انا اخد ده واخد اللي بعديه او اللي بعد بعديه، يبقى اخد ايه؟ يبقى فاصل عنه بعيد، يبقى كاني ايه؟ كاني في النص. الحته دي طبعا انت ممكن تقسمهم لستة، قسمتهم لستة، عايز تقسمهم لاثنين ممكن تقسمهم لاثنين. طبعا لو قسمتهم لاثنين هيعمل جنب من واحد يروح للنص على طول، لا ممكن تقسمهم لثلاثة، ثلاثة سريم يبقى الجهة تبقى 10. لو انت مقسمهم لثلاثة سريم يبقى الجهة تبقى 10 لان انت عندك 30، يبقى الجهة 10. لو انت قسمتهم لاثنين يبقى الجي دي ب 15، يبقى انت قسمتهم تو ستريم، يبقى ديت اللي هي الام بتساوي عدد الستريم في الجي، الام بتساوي اس اللي هي عدد الستريم في الجي اللي انت عايز. فالستريم انت عايز كام؟ اتنين، عايز ثلاثة، عايز اربعة، بس لازم يكون ايه؟ يكون يعني من الفاكتورز بتاعت الام عشان ما تبقى الدنيا متظبطة يعني في الحسابات.
هنلاحظ ايه بقى؟ ان في نقطة تانية using the jump function. يبقى هنا قدرنا في compute the jump multiplier، حسبنا ال jump multiplier حسب ال j. انت عايز عدد السليم كام؟ هتعرف ال j من هنا، جبت ال jump multiplier. دي الخطوات بتاعتك. يبقى انت عرفت ال ايه ال jump multiplier. من ال jump multiplier هتقدر تطلع اكس زيرو، الانيشال سيد الاولاني، الانيشال سيد الثاني بتاعت الستريم الثانيه، الانيشال سيد بتاع الستريم الثالثه، وهكذا. ذا يوز سبلاي 1 انيشال سيد. طبعا انت بتدي انيشال سيد الاولاني، فاي انيشال سيد مش لازم يكون واحد، ممكن يكون 500 300 10 2. بناء على ده هيقسم لك الدوائر، الدايره يعني. ده متغير يقسم لك الدايره بتاعتك لايه؟ لحاجات متوازنه. if j is chosen، لو انت اخترتها كويس، ان j الفانكشن بتاعت اللي بتولد لي الانيشال سيد دي، الفانكشن بتاعت بتولد الانيشال سيد كام؟ بلانت اديشنال انيشال سيد. ممكن تزرع لك بقى، تديك انيشال سيد مختلفه، تزرعها منين ما انت عايز عشان تطلع لك يعني. انت منين ما تبتدي تشتغل الاستوكاستيك فاريبل بتاعك او كومبوننت، ياخد منها من الحته اللي انت هتبدا له بيها. each plant seed correspond to a different stream. طبيعي يبقى كل plant seed هيتبع stream مختلف، اللي هو بدايه stream اللي احنا قلنا عليه ان ده هيبقى بدايه stream وده بدايه stream، بس هتبقى منضبط بقى غير الكلام ده. each plant seed is separated by j calls of two random. هيبقى طبعا بعيد بـ j calls. لو انت قسمت مثلا الجي زي احنا في المثال اللي فات كانت الجي بستة، يبقى البعد ما بين كل انيشال سيد والتاني ستة راندوم نمبر، ستة كولز. لو انت عايز طبعا لما القيمة تبقى ضخمة الدنيا هتتغير خالص. فانت في الحالة دهيت لو انت عايز تقسم الأربعة ستريم، فانت ممكن تستخدم ديت وتولد الأربعة ستريم. هيبقى الستريم الأولاني هنا، الستريم التاني هيبقى هنا، الستريم التالت هيبقى هنا، الستريم الرابع. بس انت عايز تعرف هو كام، هو ايه، انما انت عارف الام، فالام بتساوي رقم الكبير ده، الرقم الكبير ده يبقى هتساوي 4 في جي. هتقدر تطلع الجي، قيمة الجي من الجي تقدر تطلع الجامب مالتبلاير، منها تقدر تطلع الايه ديت وديت وديت الاربعة. تمام. يبقى انا عندي كل واحد، يبقى ديت الفاصل كام كول، ربع الارقام دوت. ممكن انا ده الفيرست ستريم، السكند ستريم، الثيرد ستريم، دي الانيشال سيد بتاع الفورث ستريم اللي هتمشي، وكل ده الراندوم نمبر يبدا من هنا، وده الراندوم نمبر يبدا من هنا، وكل واحد يبدا ايه من هنا. طبعا عشان ايه؟ هنا بقى الليمر، او ممكن الكلام ده هتلاقوه في الباكج بتاعتكم برضو موجوده، اللي عندي الليمر consider 265 different stream of random value. قسم الراندوم بتاعه ل256 stream، يعني انت معاك لحد 256 stream او stochastic component تقدر تاخد منهم، كل واحد بملش علاقه بالتاني، والراندوم نسبة بتاع كل واحد بتخص بيه هو فقط. partitions the RNG output sequence into 256 disjoint subsequence of equal length. انت قسمتهم ل256 كده، ما تقسمين ل256، دي كانت اربعه يتقسموا ل256، كل واحده تقدر تستخدم. تمام. find the largest، يبقى هو هنا يبقى الجي بتاعتي تقريبا كام؟ لما يقعد يشوف التقسيمه 256 قسمنا ديت على ديت طلعت بكام؟ ان الجي بتساوي اكبر حاجه ليها 202 اس 23. طبعا دي 2 اس 31 وهنا 2 اس 8، طبعا هتديك 2 اس 23 قيمه الجي اللي انت هتعمل بها جام عشان تعمل جام. تمام. من هنا لما تاخد تطلع تستخدم معادله الجام عشان تجيب لك الانيشال سيد، هتطلع لك كل الانيشال سيد اللي انت محتاجهم لل 256. تمام. طبعا دي متصممه انها تدي 256، فديت هتديك 256 انيشال سيد وترجع للاصل بقى تاني. من هنا
then the can be used to plan the other 255 initial seed. يبقى طبعا لو انت اديت الاولاني الاكس 0 يبقى دي هتمكنك انك تجيب ال 255 التانيين عشان تستخدم. possibility عايز تقولها هي 255 دي يعني جت منين يا هي اللي هي العدد البت او هو لا هو قسم الاستريم بتاعه ال 256 ستريم اللي ايوه هي اللي هي الرقم ده كله قسمه 256، هو قسمه 256 ايوه طبعا. ماشي هو فتقسيمها عشان يبقى عندك 256 استوكاستيك كومبوننت، تقدر كل واحد يستخدم ايه ستريم مختلف عشان ما ايوه يدخلوش على بعض. ماشي طبعا ايوه دي ليها اهميه هقول لك عليها دلوقتي، يعني مهمه جدا النقطه دي. ايوه ايوه فمن هنا ولد كام؟ ولد 206 طبعا. هو انت ليك اختيار ان انت تقولي الانيشال سيت بتاعك كام، الاكس 0 بكام. تمام هو تمام بيديك الاستريم بناء على الانيشال سيت بتاعك، هو يطلع لك ال 256 اللي هما يبعدوا بقى بمسافات متساويه عن الايه الانيشال سيت بتاعك، فيديك ال 200 التانيين. طيب تمام possibility of stream overlap is minimized. طبعا في الحالة دي لو انت قسمت مظبوط وكل شيء مظبوط يبقى انت تقريبا هي إمكانية الأوفرلاب قلت جدا، إلا إذا انت وليه إذا كان السيموليشن بتاعك بياخد كل الإيه الأرقام بتاعت الاستريم لحد الاستريم ما خلصتها ودخلت على الاستريم اللي بعدها، يبقى هيحصل الأوفرلاب. لو السيموليشن بتاعتك ضخمة، واحد مثلا ولد تريليون راندوم نمبر او 5 تريليون مثلا، زي ان الاستريم الواحده في الشغلانه هنا اعتقد هو هيديها هي بكام الاستريم الواحد، طبعا هي المفروض 23 طول الاستريم. فانا عندي هنا مثلا طول الاستريم لو انت في الحاله بتاعتنا 256 طولها كام؟ 8 مليون. طول الاستريم الواحده كام؟ 8 مليون. تمام. فالتمانية مليون ديت التمانية مليون لو انت هتسحب هتعمل سيموليشن اكتر من 8 مليون وعندك 256 الرقم دوت كلهم كومبوننت 256 كومبوننت، فهيحصل اوفر، هيخشوا على بعض بقى في الاخر، هيدخلوا على بعض. تمام. ف تمام ف فهنا فبدأ هنا عشان يولد ده الجامب مالتبلاير بتاعه اللي هو هيولد بيه، وكل واحدة بعيدة عن التانية 8 مليون وإيه وشوية. فديت الإيه هنا، يبقى أنت عندك هنا الستريم بتاعتي أنا هستخدم الـ RNGS بدل من الـ RNG بس. RNG is an upward compatible multi-stream replacement for RNG. كنت بولد بشتغل براندوم نمبر فقط بدون ستريم، بولد من نقطة، ببدأ بالنقطة واخد من النقطة دي على طول، يعني كل ما اروح انادي من راندوم نمبر يجيب اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه مهما كان عدد الاستوكاستيك كومبوننت اللي عندي، ما يهمنيش تخشوا على بعض. لا هو اني لا انا دلوقتي عملنا حاجة اسمها مالتي ستريم، انت لازم لكل استوكاستيك كومبوننت عندك تدوله الستريم بتاعه. من هنا طبعا باستخدام الشغلانه اللي احنا عملناها ديت اللي احنا فهمنا الفكره بتاعتها ازاي، هنا احنا عندنا 256 ستريم اندكست من صفر لحد 255 اللي هي الايه الستريم بتاعها. only one stream is active at any time. لو انت ممكن تاكتف واحد ستريم واحده بس، لما تيجي تعمل كول هتاكتف الستريم اللي انت عايز تاخد منه، إذا اتأكتفت هتشتغل عادي زي الفل. طب إيه دلوقتي؟ لو أنا هو أنا مضطر إن أنا أبرمج الكلام دوت؟ لأ، أنت الكلام ده كله متبرمج جاهز، فعندي الناس عندي الباكج، كل الباكج جاهزة، بس أنت تبقى فاهم أنت عايز إيه عشان تشتغل. نلاحظ هنا إيه؟ مديني الفانكشن الجديدة بتاعتي هي اللي أنت هتستخدمها. أنت خلاص أنت عارف دالة الراندوم، أنت لما بتنادي على الراندوم مش بيديك راندوم نمبر؟ مظبوط. تمام يبقى ايوه هنا دلوقتي ايه، دلوقتي قال لك لا انا عايز انادي الراندوم نمبر بس تجيب من ستريم معين،
قال لي خلاص الحته ديت البوت سيد دوت كانت في اللي فاتت، احنا خلاص لغيناها وبقى عندي اكتر من ايه، اكتر من انيشال سيت هتلغي دي. فقال لي ايه دلوقتي، قال لي انت هنا يوز تو ديفاين ذا اكتيف ستريم ديت سيلكت ستريم قبل ما تنادي اي داله راندوم اكتب لها الستريم بتاعها. ازاي كان دي؟ بس سيلكت ستريم وحط رقم الستريم اللي انت عايزه. انت عندك الستريم عندك من 0 ل 255، فانا من هنا ممكن لو حطيت 0 يبقى انا هولد من الستريم الاولاني، لو حطيت 10 يبقى انا هاخد من الستريم رقم 10 وهكذا. يبقى انت انا دلوقتي ايه، يبقى انا من بي بي هو كل ده متبرمج جاهز، كل حاجه جاهز، بس جاست ان انت تكتب الستريم اللي انت عايز منه وتحدد الانيشال سيد اللي انت عايز تبدا منه. هنا بدل دي بقى، بدل بلانت سيد، لا احنا هنستخدم البلانت ايه سيدز دي. بلانت سيدز دي لما بناديها بتاكتف كل الاستريمز. خلاص انت قلت والله انا عايز ابدا مثلا الانيشال سيد بتاعتي ديت، الانيشال سيد الاولانيه خالص الاكس 0، قلت انت قلت مثلا بصفر بواحد، الانيشال سيد بواحد هيول الداله ديت هتولد ال 255 الباقيين. خلاص هي ولدتهم جوه، ما انتش مش هطلعهم لك ولا حاجه، هتخليهم جوه. فعشان كده لما تيجي تاكتف ستريم هي هتاخد من الستريم بتاعها طبيعي. لو انت قلت الانيشال سيد انا عايز الانيشال سيد مثلا 9 8 7 3 2 1 5 1 كده، يعني اي رقم، فخلاص بناء على الرقم ده هيولد لك ال 255 اللي يكونوا بعيد عن بعض المسافات المتساويه، ويبتدا ايه تستخدم بس سيلكت ستريم، ويكون بعدها الراندوم نمبر اللي انت هتاخد من الستريم بتاعك. تمام؟ يبقى احنا هنا ايه مطلوب ان انت تدور على يعني ازاي تستخدم الستريم، الراندوم ستريمز موجوده فين عندك في الباكج بتاعتك عشان تشتغل ايه، تشتغل بيه. طب ازاي بقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ قال لي خلاص من هنا ورايح انا هعمل فصل، هفصل ما بين كل الاستوكاستيك كومبوننت في السيموليشن بتاعي. عندي هنا الارايفل والسيرفيس ما ينفعش ياخدوا من نفس الستريم، ما ينفعوش ياخدوا من، لازم افصلهم. فقال لي هنا جيت ارايفل، عندي الارايفل حسب الستارت بتاعه، قال لي الارايفل هياخد من الستريم رقم 0. خلاص معنى كده انا الراندوم نمبر اللي هيستخدمه الاكسبوننشال ده هيبقى جاي من الستريم ده، يعني الاكسبوننشال بيستخدم راندوم نمبر فهيستخدم الستريم رقم 0، وراح وهيرجع لك الايه الارايفل عادي بقى. خلاص هنا جيت سيرفيس، قال لي هنا انا هخلي السيرفيس تايم ان السيرفيس بيسحب من الستريم نمبر 2، يعني براحتك عايز رقم 2، عايز رقم 1 ماشي هياخد من الستريم رقم 1 عايز، بس مش بيش صفر، مش من نفس الستريم. لو من نفس الاستلام لو من صفر يبقى خلاص، يبقى انت رجعت للطريقه الاصليه، الطريقه العاديه بقى الايه، انما هنا ممكن رقم 2 فهو هيرجع لك، يبقى بعيد عن بعض ايه دلوقتي، بعيد عن بعض مسافه 2 ستريم اللي هي 8 مليون و300 الف و8 مليون و300 الف، يبقى التو ستريمز الاثنين دول بعيد عن بعض تقريبا 16 مليون و600 الف. لو انت هتستخدم في السيموليشن 16 مليون اكتر اقل من 16 مليون، فانت كده بعدت بعد كافي ومش هيحصل اوفرلاب ما بين الايه، ما بين المتغير ده هوت انه ده يسحب من نفس الراندوم نمبر اللي ده سحب منه قبل كده، مش هيحصل كده. طبعا في الحاله ديت لما يبقى عندي تو ستوكاستيك بس في السيموليشن عندي تو ستوكاستيك فاريبل ماشي، ممكن اخد ده الاستريم رقم 0 وده الاستريم رقم 20، انا ايه اللي هيجبرني يبقوا جنب بعض ولا حاجه؟ ده انا عندي 255 استريم، ده صفر وده الاستريم رقم 100 بعيد عن بعض خالص، والدنيا في جاب بعيده خالص. ان شاء الله حتى بقى ايه تسحب براحتك تشتغل سيموليشن براحتك ما فيش مشكله. يبقى انا عملت جاب كبير ليه؟ لان انا عندي 255 ايه استريم ممكن تستخدم اي حد فيه لحد كده ايه كده. طبعا هنا الكلام ده هوت الحاجات دي كلها باكج موجوده، الباكج دي موجوده في السي، وده الفايل بتاعها اللي فيه كل الدوال ديت اللي انت بتستخدمها جاهزه على طول، اللي هي
السيلكت ستريم وفيها اليونيفورم ديستريبيوشن وفيها الاكسبونشال ديستريبيوشن وفيها الراندوم وفيها كل حاجه. الباكج ديت موجوده في السي بلس بلس تمام. ومتاحه معانا سي شارب لو انتوا عايزينها انزلها لكم تاخدوها. تمام. هنا البلانت سيد اللي انت بتعمله في الاول خالص، يعني قبل ما تنادي كل حاجه انت عايز تظبط كل الاستريمز ديت بناء على الانيشال سيد ده، كل الاستريم بناء على الانيشال سيد الايه الاول. تمام. انا عايزه تبقى واحد ماشي، عايزه اي حاجه، المهم ده البدايه اللي هتقسم الناس دي كلها. هي مش فارقه الايه الانيشال سيد، مش اي حاجه من هنا. قال لي طيب، طب ايه بقى فايده موضوع الاستريمز دوت، ايه فايدته؟ قال لك فايدته هتبقى مهمه خالص. شوف بقى ايه uncoupling stochastic process، بعمل فصل لو انت عندك، بعمل لها فصل. طب شوف ايه تأثير دوت ايه. عندي هنا ال pre modifications ال arrival and surface process are uncoupled، انا كده فصلتهم عن بعض. consider changing. طيب احنا دلوقتي لو السيرفس تايم بتاعتنا، كنا احنا بنعمل سيرفس تايم مثلا ساي ان كان المطعم بيعمل سندوتشات فول وكان واحد بس هو اللي بيعمل سندوتش الفول، فهو كان بيعمل سندوتش الفول وبعد ما يعمل سندوتش ايه يجي مغلفه ويجي مديه للزبون. فهو هنا دلوقتي قالك لا ما ينفعش الكلام ده، هو واحد يعمل سندوتش الفول ويديه لواحد تاني يغلفه. فاحنا عملنا فاصل دلوقتي، قلنا لا دي عملية ودي عملية، فأكيد موضوع التغليف هياخد تايم مختلف عن التايم اللي بياخده الايه الساندوتش. يبقى انت ايه كده قسمت الجوب بتاعتك لتو تاسكس، فأكيد التو تاسكس دولت السيرفيس تايم بتاع ده مختلف عن السيرفيس تايم، التوزيع بتاع ده مختلف عن التوزيع ده. من هنا بقول لي هنا لو انت قسمت السيرفيس تايم مثلا او السيرفيس لنقطتين، فانت كان مثلا كان بتاخد من صفر لثلاثة، لا ده هي بتاخد من صفر لواحد ونص زائد من صفر لواحد ونص. فدلوقتي هنا بقى عندك تو ستوكاستيك كومبوننت للسيرفيس بعد ما كانت وان. فمن هنا لما بقوا وان، اذا هنا بقى السيرفيس بروسيس بيسحب تو راندوم نمبر، ما بقاش يسحب وان راندوم، بيبقى يسحب اتنين دلوقتي. فانا لو انا كنت على الاساس، لو انا كنت بستخدم، لو انا كنت لو ده تحديث واستخدمت الطبيعي بدون ستريم، فكان الراندم الاولاني كان هياخد بتاع السيرفس، والراندم الثاني دوت كان هياخد بتاع الارايفل اللي كان هياخده في القديم. كنت انت بتسحب اتنين ارايفل وسيرفس، ارايفل وسيرفس من الراندم نمبر، لا دلوقتي دلوقتي بتسحب ايه ارايفل واتنين سيرفس، الرايفل واتنين سيرفس. فكده هيبتدأ ياخد الراندوم نمبر اللي كان بياخده، فبقى حصل تداخل. فالنقطة ديت هتعمل مشاكل. فهل قال لي without uncoupling لو احنا ما استخدمناش الاستريم الارايفل بروسيس سيكونس وود تشين كده ليه؟ الارايفل هتختلف ليه؟ لان انت خدت الراندوم نمبر بتاعها هنا سحبته، فانت ايه؟ فانت خدت هنا الراندوم نمبر اللي كان هي بتسحبه، لان انت كنت بتسحب في السيرفس واحد بس، دلوقتي بتسحب اتنين، فالدنيا اتلخبطت بقى دلوقتي سحبت. فدلوقتي ده ممكن ايه هيحصل ايه تغيرات فيه. With uncoupling the surface process السيرفس بتاعي sees exactly the same arrival state. لو انت بموضوع الـ uncoupling اللي هي الستريمز اللي احنا قلناها عليها ديت، الارايفل هيشوف السيكو نفس السيكو. لما تيجي تشغل السيموليشن تاني بنفس الشغل تاني بنفس كل حاجه، لان ده بيسحب من الستريم وده بيسحب من الستريم مختلفه، فكده الارايفل دايما بيسحب من الستريم بتاعك. فكده ايه مش ما اثرتش عليه باي تحسين او اي تغير حصل في السيرفس، عملت امبروفمنت في السيرفس، بس الامبروفمنت ده مش ما ياثرش بقى على الارايفل لان انت ما بتعملش فيه حاجه. فموضوع الاستريم
دوت عملت ايه؟ عملت فصل. طبعا النقطة دي اتعملت لي حاجة مهمة خالص، إن عملت لك ريدكشن للفاريانس، العشوائية اللي كانت بتظهر نتيجة الراندوم دي ايه بدأت تختفي. فاهم ال فاهم السلايد دي؟ تمام مع حضرتك. ايوه مظبوط يا من هنا extended the single surface servers node model from chapter. طبعا بتاعتنا بقى نقدر نعملها extension، هنعمل consider multiple job type. انا عندي دلوقتي اكتر من job، اكتر من نوع job. مثلا الناس اللي داخله في المطعم، ففي واحد ياخد عايز سندوتش مثلا طعمية، واحد عايز سندوتش فول، واحد عايز سندوتش حلاوة، واحد عايز سندوتش مربى، واحد عايز، يعني دي جوب تايم مختلف. فممكن التايم اللي بياخده دوت غير التايم اللي بياخد السندوتش ده، غير يبقى بقى الكاستمر هنا. ممكن الكاستمر بقى أنواع، وعشان هما الأنواع السيرفس تايم، طيب كل حاجة ممكن تختلف. من هنا لو هنفترض ان احنا عندنا تو جوب، او عندنا تو جوب تايب، يعني عندنا نوعين من الجوب في الموجودين في، يعني عندنا نوعين من السندوتشات مثلا، فكل سندوتش ليه الزبون بتاعه. فمن هنا الارايفل بتاع الزبون الاولاني بيجي كل 4 دقائق، الارايفل بتاع الزبون الثاني بيجي كل 6 دقائق، في حاجة مطلوبة وحاجة مش مطلوبة، يعني طبيعي، طبيعة الجوب كده، طبيعة الحاجة كده. فهنا بدينا نفصل ان في واحد بيجي كل 4 دقايق وكله يبقى انا عندي، وده ليه سيرفيس تايم وده ليه سيرفيس تايم مختلف. طبعا دوت من 1 لـ3، انما ده من 0 لـ4، يعني الشغلانه بتاعت ده ممكن تاخد وقت قليل جدا، يعني 2 من 10 من الوقت، ممكن تاخد وقت كتير جدا لحد ما توصل لـ4 دقايق ممكن، انما دوت اقل حاجه ليه 1 دقيقه، واكتر حاجه ليه 3 دقايق. يعني دوت ديت فيها فاريشن اكتر، هنا الفاريشن اوسع، هنا الفاريشن اقل، هنا بيجي بريت عالي، هنا بيجي بريت منخفض. يعني هنا طيب يبقى انا عندي كام لو انا بعمل سيموليشن هنا؟ يبقى انا عندي كام ستوكاستيك كومبوننت؟ عندي 4 ستوكاستيك كومبوننت. ده ستوكاستيك كومبوننت، ده ستوكاستيك كومبوننت، ده ستوكاستيك كومبوننت، ده ستوكاستيك كومبوننت. كل واحد منهم عايز ايه؟ عايز له ستريم يسحب منه لوحده، عشان لو انت عملت اي تغيرات ما يدخلوش على بعض ولا اي حاجه، تمام؟ يبقى دوت ايه فكره الستريم بتاعه. هو هنا عشان كتب هو المعادلات. طبعا الحاجات دي ممكن تعملها باي طريقه بتكون، ان انت تخلي كل واحد يسحب من ستريم لوحده، ودوت الاولاني ده اكسبوننشال بتاع الاولاني، اكسبوننشال بتاع التاني، يعني ممكن تعمل. إنما هو هنا عملها بطريقة ذكية خالص. مش عارف هي كتيرة ولا إيه، نشوفها كده نكبر سنة. هو هنا عملها بطريقة ذكية. هو هنا هو كده get arrival، هو هنا get arrival لإيه؟ لل to job get arrival. فهنا get arrival، طبعا هنا الكود مكتوب بالسي بلس بلس، جيت ارايفل، وهنا مديله رقم الايه، رقم نوع الجوب، هو 0 ولا 1، احنا عندنا تو جوب. فالجي بتعبر على النوع الاولاني ولا النوع الثاني، يعني الكاستمر دوت جاي من النوع الاولاني ولا النوع الثاني. فهو هنا هتبعت له 0 ولا 1، يعني 0 يبقى هو جاي باكسبوننشال 4 ويونيفورم 1 و3، لو هو 1 يبقى جاي من اكسبونشال 6 ويونيفورم من 0 ل 4، اللي هي سيرفس تايم بتاعت اللي فاتت، اللي هي الجزء اللي فات ده. يبقى ده النوع الاولاني وده النوع الثاني، اللي هي ديت 1 و2. فمن هنا من هنا ال من هنا يبقى دلوقتي دوت لو انا حطيت 0 يبقى معناه يسحب للأولين، لو حطيت 1 يبقى معناه يسحب للإيه؟ للتاني. هنا المين قال لي طبعا ده كونستانت، المين بتاع هنا الري حجمها 2، 0 و1،
فالأولاني المين بتاع الأولاني 4 والمين بتاع التاني 6، فلو أنا قلت المين 0 يبقى 4، لو قلت المين 1 يبقى 6، إنما ديت اللي هي الانيشاليزيشن بتاع الإيه بتاع الأري، فحاطط لها القيم بتاعتها 4 و6 اللي هي بتاعت الإكسبوننت. ومن هنا فدوت انت عايز arrival، فالarrival هيتبع exponential، وده المين بتاعه يا مين 0 يا مين المين جي، يعني الام جي اللي هي يا 4 يا 6. فانا عندي الarrival بتاعي الاولاني والتاني برضه الarrival ديت array بتاع الصفر وواحد، فده الستارت بتاعها وده الستارت بتاعها اللي برضه ديت static، يعني حتى تاخد تقرا دي مره، يعني مثلا ده بدأ الساعة 9، ده بدأ الساعة 10، ولا أي حاجة، أي ستارت، فهي خدت القيمة الابتدائية دي. بعد كده قالك إيه، هعمل initialization. initialization الرقم ده 1، ده الرقم ده عمل initialization. كلمة initialization عشان بس إيه، يحط الأرقام بداية بس، وبعد كده مش هيستخدم تاني. فهو هنا قال double temp if initialization، يعني لو هو initialization دي true، ما هي واخدة واحد بالفعل، هي واخدة واحد معناها انها true، لو هي واحد اعمل initialization بس للarrival، دخلينا اول الزباين، شوف الزباين الاولانية هتيجي امتى، ده الانيشاليزيشن يعني عشان نجيب بس زبون كده نعرف هيجي بعد قد ايه عشان يبدأ السيموشن تيب. فلو دي لسه في مرحلة الانيشاليزيشن، فانت من الاستريم الاولاني اسحب للايه، للكاستمر الاولاني اللي هو arrival zero الاولاني، اسحب له من المين بتاعه المين zero، المين zero اللي هي 4، اللي هي 4، يبقى انت exponential اي 4، تمام. يبقى دوت الايه arrival الاولاني هيضيف على الستارت، هيجي الانتر arrival ده، الانتر arrival دوت هيضيفه بلس الستارت بتاعه ده. طيب لو بالنسبة للتاني اسحب له من الستريم رقم 1، من هنا اللي هي يبقى الارايفل رقم 1 هيبقى زائد اكسبوننشال بتاع المين بتاع 1، المين بتاع 1 اللي هو 6 هيبتدي يسحب له، وبعد كده الانيشال ديت هتاخد رقم 0 ومتتغيرش بقى تاني، متتغيرش ليه؟ لانه ستاتيك، يبقى اخر قيمة خدها هي اللي هياخدها وهتني معاه. لو جه يسحب ارايفل تاني مش هياخد الرقم، مش هياخد دي، هتبقى زيرو، زيرو معناه ما يدخلش هنا تاني. يبقى الحته دي اسمها انيشاليزيشن عشان يعمل بس انيشاليزيشن للايه، يشوف اول زبون هيجي ايه امتى. طيب طب انا لو انا في السيرفيس عندي، لو انا عندي اللي هو السيرفر بقى، السيرفر هياخد مين؟ هيقول لي هنا هاخد اول كاستمر هيجي لي، قال لك اهو. طب مين الكاستمر اللي اقدر اعمل له حدثه؟ قال لي اف لو الارايفل ده هو اقل من الارايفل ده، يبقى ده لا، يبقى الاولاني هو اللي هيجي الاول، يبقى الجي بتساوي صفر. لو الارايفل الوقت ده الارايفل بتاع الجوب الاولانيه، انت صح معايا؟ ايوه والله صح مع حضرتك يا دكتور. انت واخده الارايفل بتاع الكاستمر الاولاني والارايفل بتاع النوع الثاني الكاستمر الثاني، لو الارايفل الاولاني هيوصل بدري هو اللي هيوصل، الارايفل بتاعه قبل الارايفل ده، اذا يبقى الجي دي هتاخد زيرو، يعني زيرو يعني هو الارايفل الاولاني. طب تمام. لو العكس هيبقى ده، هيبقى الارايفل الثاني، لو الكونديشن ده مش مظبوط يبقى الارايفل الثاني. تمام. كذلك يبقى انا عندي هنا ايه، يبقى التمب هتساوي اللي هي التمبرري، هتساوي الايه الارايفل اللي هيوصل الاول، ده التايم اللي هيوصل ايه الاول. طيب انا خدت هنا التمب ده، انا خزنته اهو، خزنته عندي اللي هو الراجل اللي هيوصل الاول اهو، خزنته عنده مين هيوصل الاول، جيت مواد حوليت له بقى ايه، هاخد الاستريم بتاعه، لان حسب الجي لو هي بصفر هتبقى صفر، لو هي بواحد هتبقى واحد، لان الاستريم بتاعته صفر وواحد. يبقى هنا هعمل له ابديت واشوف اللي بعديه امتى، لان وهرجع التيم، هرجع التيم بقول الكاستمر دوت هيجي امتى واللي بعديه هعمل له ابديت للي بعديه. يبقى انا رجعت الوقت بتاع اول كاستمر، واخد بالك؟ وبعد كده لما اجي انادي عليها تاني هترجع، وطبعا مش هتدخل على الجزء ده،
هتروح على الجزء ده وتشوف مين الأولوية، وبعدين ترجع، وبعدين إيه تعمل أبديت للإيه للأرض. النقطة ديت اللي هي تمام. يعني درجة هنا الحاجة الجديدة اللي هو يحط الاستريم. طبعا هنا عملية الفصل بتوجه قبل ما ينادي الاكسبوننشال، قبل ما ينادي الايه الاستوكاستيك كومبوننت بتاعه، يحط الاستريم اهي قبل ما ينادي الاستوكاستيك كومبوننت بتاعه، يحط الاستريم اهي قبل ما ينادي الاستوكاستيك كومبوننت بتاعه. ديت اللي هي الايه في حالة التو تايب. نفس الكلام مع الايه مع الـ مع السيرفيس. السيرفيس اهوت لو انت خلاص، انت خد بالك انت الجي بتاعتك معروفة، الجي معروفة ليه؟ خد بالك عشان النقطة دي انت ممكن تكون تاخديش بالك منها، اللي هي الستار جي دي. الستار جي دي أيوة. معناها متغير هياخد قيمته من جوه ويرجع بيها، يرجع بيها بالقيمة. في حاجة اسمها باس باي فاليو، وفي حاجة اسمها باس باي بوينتر. فهنا باس باي بوينتر يعني ان الرقم اللي هو خده ده اهو، هنا واخد قيمة اهو، أيوة. الرقم ده هيرجع بيه، هيبقى بقدر استخدمه في حاجة تانية. ولكن انما الدالة بترجع التم، الدالة كلها، انما الرقم ده كمان اقدر استخدمه في حاجة تانية. فعشان كده هنا هو المكان بتاعه يا دكتور ولا الايه المكان بتاعه بتاع المتغير ده ولا المكان بتاع، لا هو مش المكان بتاعه، هو المتغير في حتة تانية بوينتر؟ بس هو البوينتر يعني هنا انت بتقولي ان الجي دي، الجي ده اهي، هاخد الداله دي هتديها قيمه، القيمه دي حافظ عليها وهديها لي. ايوه. مش انت بترجع بتبعت لها قيمه، لا ده انت هي نفسها هتبقى جايه بقيمه، وانت والقيمه بتاعتها هتيجي من هنا، مش هتيجي من، لان اي داله بترجع رقم واحد. فهو هنا عشان ايه القيمة هي هتاخده من هنا، مش انت، مش هي جاية بقيمة وانت هتاخدها او هتستخدمها. أيوة. مالك؟ فهي الفكرة هنا ان هو استخدم هنا جي بدل ستار، ما هستخدمش بوينتر، لان القيمة دي السيرفس ما دام في واحد ارايفل جه، يبقى السيرفس بتاعي، يبقى انا عرفته هو مين، يبقى جي بقت معروفة هنا. تمام فهنا صح. هنا باس باي فاليو، بقول باس باي فاليو. من هنا بقول لي انت عندك اهو نفس الفكره، المينيمم بتاعك واحد وصفر، واحد للكاستمر الاولاني وصفر للكاستمر الثاني، المينيمم والماكسيمم ثلاثة واربعة. من هنا يبقى انت عندك هتختار الاستريم، وهنا لو انت صفر يبقى الاستريم رقم اتنين، لو انت واحد يبقى الاستريم رقم ثلاثة، يبقى اختار اتنين وثلاثة للايه للسيرفيس تايب، للسيرفيس تايب بتاع التاني. وهنا رجع اليونيفورم ما بين المينيمم اللي هي 0 و0 او 1 و1. 0 و0 معناها 1 و3، 1 و3، 1 و1 معناها 0 و4. الداله دي ممكن تتكتب بطرق تانية، الطرق دي طبعا الطريقه دي الطرق دي بروفيشنال وممتازه وما تاخدش ايه. يبقى من هنا الفكره هنا ان هو عمل فصل، هنا اهو فصل، وبدأ يولد لكل جوب الحاجة بتاعتك. من هنا اندكس جي ماتش ذا سيرفيس تايم تو ابروبريت جوب تايب. طبعا هنا المعادلة دي الاندكس جي ده هو حسب كل واحدة، طبعا دوت السيرفيس تايم بتاع الأولاني 1 و3 اللي هو المينيمم والماكسيمم، وده السيرفيس تايم بتاع التاني 0 و4 اللي هو اليونيفورم ما بين 0 و3 او 0 ما بين 1 و3 او ما بين 0 و4 حسب الكاستمر اللي جاي. الكاستمر اللي جاي لك 0 ولا 1؟ 0 بالكاستمر الاولاني، 1 بالكاستمر الثاني. يبقى انت بتعمل له الحاجه ايه بتاعته. من هنا يبقى انت عندك هنا all four simulated stochastic processes are uncoupled. كل الفور سيموليت ستوكاستيك بروسيس، طبعا انت عندك الاربعه ستوكاستيك اللي هم دول، ادي 1 2 3 4، الاربعه ستوكاستيك دول احنا فصلناهم، وكل واحد بيسحب من الاستريم بتاعه بالطريقه الايه البروفيشنال دي. طبعا الطريقه دي ممكن تتعمل بطرق تانية، وكل واحد ليه حاجه مختلفه لوحده، انما هو عملها واحده بس للكل. انما ممكن يكون جيت ارايفل بتاع 1، جيت ارايفل بتاع 2، وخلاص يبقى كل واحد يسحب من السليم بتاعته والخلاف ينفصله وينتهي الموضوع عليه.
Any process could be changed without altering the random sequence of us. هنا ممكن تغير أي حاجة بقى، ممكن تعمل فيها تعديل، ما تخافش إن أنت هتغير على تأثير الراندمنس بتاع التانيين. ليه؟ لأن كل واحد بيسحب من الستريم. عايز تغير أي واحدة فيهم ما تقلقش، مش هتعمل حاجة في التانية. عايز وفي جوب هتتقسم، هتتعمل، هتزيد، هتعمل واحدة، هتتلغي، مش هتأثر على السيكونس بتاع الأرايفل ولا على أي حاجة. من هنا لو احنا عملنا المعادلة اللي فاتت، اللي هي اللي فات ده، طبعا المعادلة ديت اللي هي نفس اس كيو، هو نفسه اس اس كيو، بس بدل جيت سيرفس وجيت ارايفل انت بتستخدم الدالتين دول، الداله ديت والداله ديت، انهم تو جوب، ان انت عندك دلوقتي تو كاستمر، بتستخدم بدل اللي هي لو انت فاكر اللي هي السيرفس تايم او جيت سيرفس تايم، بستخدم الداله دي بدلها، واستخدم وبدل جيت ارايفل تايم بستخدم جيت ارايفل بس للتو كاستمر دي بدلها، في نفس الكود، في نفس كل حاجه، وهيحسب الديلي ويحسب الار ويحسب كل، يعني نفس ايوه الداله، بس يا دوب بغير الداله دي فقط. تمام، يعني هنغير دالة الارايفل ودالة السيرفس. بس داله القرايبه والسيرفس، ويكون عندك معرفه ازاي يعني ببحث في الباكج بتاعتي، ايوه الباكج اللي انت بتشغلها ار، ايوه فتتطوري على الراندوم ستريم، ازاي اعمل ستريم، ازاي اعمل، فهو هنا في ده اللي هي بسيطه خالص، بتحدد الستريم خلاص، الداله دي حددت الستريم انت بتسحب منها، ايوه فانت بس فقط شغال سي شارب هتلاقي عندك اللي هي برضه بيحدد الستريم، اي داله فيها الايه، فيها ازاي تقسم الستريم بتاعك. طبعا المفروض ان احنا لو عملنا بالاربعه كومبوننت دولت يطلع لي الستاتستيك بتاعتي اللي هي ايه بالشكل اللي انت شايفها دي. طبعا هنلاحظ هنا ال R وال W bar وال A و 93%. هو الراجل هنا بقول لي هنا ال consistency check ان ال W bar دي عبارة عن مجموع دي زائد دي. اه فعلا، طبعا دي محسوبة لوحدها ودي محسوبة لوحدها ودي محسوبة لوحدها، لما يجمع دي ودي يلاقيهم فعلا ان ده مظبوط، ان دوت مظبوط، لما ال L بار بيساوي ديت وديت، لما يجي يجمع يلاقيهم مظبوطين، ان فعلا الاثنين دولت المجموع الاثنين دولت بتساوي فعلا الايه، بتساوي دي. يبقى احنا كده تقريبا السيموليشن كده ايه، يعني الحسابات ايه، مش حسابات، الايكويشن كلها ايه مظبوط. طبعا في البوست شوب تايبس هاب افريج سيرفيس تايم 2، طبعا الاثنين السيرفيس تايم بتاعهم ب2، ليه؟ لان واحد في من واحد لثلاثه، في واحد بيسحب من يونيفورم واحد وثلاثه، يبقى واحد زائد ثلاثه أيوة. اربعه، اربعه على الاثنين، اربعه على الاثنين فيها الاثنين، وواحد بيسحب من صفر لاربعه يبقى على الاثنين يبقى فيها الاثنين، عشان كده طالع الافريج سيرفيس تايم ب2. تمام النت ارايفل ريت برضه، النت ارايفل ريت بتاع كل واحد ده ربع وده سوس، اللي هي طبعا كان أربعة دقايق للأولاني في اكسبوننشال بست دقايق، فكده الارايفل ريت يبقى في واحد بيجي كل 4 دقايق، يبقى ربع واحد وهنا سوس، لما اجمعهم هيطلع لي 5 على 12، لما 5 على 12 دي تقلبها يطلع لي ايه الرقم اللي انت شايفه ده، 2.4 اللي هو رقم، يعني قصده ان هو طلع الايه، طلع تمام القيم من الايه، من الـ يعني عشان يدلل ان السيموليشن ايه، ان الارقام دي مظبوطه وطلع ايه، وطلع مظبوط. زي طبعا التكست. نعم، انا عارف ان انت نايمه ومش مركزه. لا والله مركزة. ماشي، الكلام ده هو يعني عايزين يعني نعمل نشوف الاستريم ونطلع الايه الداتا ديت في فايل ونايه ونبعت، هبعت الاساينمنت، وعايز ماشي ايه ان الارقام دي ايه تطلع معايا إن اللي هي شاء بتاعت الله. السيموليشن. شكرا يا عزة، وان شاء الله يعني كل شيء ليه تقييمه بإذن الله. إن شاء الله. ماشي يا عزة، هقفل بس الفيديو.
عشان التسجيل. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.